حديث عمر اللي هو إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا. فهذان الحديثان عمدة في جميع الدين، كل أبواب الدين تدخل فيه. ما كان لله عز وجل أو ليس بالله أو ليس لله، هذا إنما الأعمال بالنيات. ما كان على سنة رسول الله أو على غير سنة رسول الله، هذا من أحدث في أمرنا ومن عمل عملا. فصار هذان الحديثان ميزان للأعمال كلها الظاهرة والباطنة. والذي يحفظ 99 حديث، هذا الحديث في بعضها ضعيف أكثر صحيح، يكون قد كون نفسه قاعدة طيبة في علم الحديث أو في حديث الجوامع، مهمة جدا، حاول تحفظ منها ما استطعت. نعم.